وخلاصة حلقة اليوم اللي تكلمنا فيها على شنو حكم الشرع في فضح الأسرار الزوجية، سواء وإحنا باقين داخل هذه المؤسسة، باقين داخلين عايشين داخل بيت واحد، أو لمني كتكون واحد الفترة ديال الخلاف وربما هذا الخلاف وصل للطلاق. فاليوم شنو رأي الدين ديالنا في هذه المسألة؟ بالنسبة للخلافات الزوجية أو الأسرار المرتبطة بالبيوت لا يجوز للإنسان أن يفشيها ولا أن يخرجها حتى لأقرب الناس إليه. فالحياة الزوجية مبنية أساسا على السرية بين الرجل والمرأة، فلا يجوز إخراج العيوب ولا إفشاء الأسرار والأمور الخاصة التي تكون بين الرجل ومرأته، سواء تعلقت بالفراش أو تعلقت بخصوصية البيت. وهذا مما ينبغي الانتباه إليه. اليوم ربما كنجبروا نفسنا أمام هذا التكنولوجيا ديال عالم المعلومات وما يرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، أن الإنسان يمكن يتكلم في كل شيء، يمكن يخرج كل شيء. لذلك خصنا نعرفوا الخطورة ديال إفشاء الأسرار ديال البيوت وديال إخراج الأسرار ديال العلاقة الزوجية، سواء تعلق الأمر بالأسرار ديال العلاقة في الفراش أو تعلق الأمر بالأسرار ديال البيت بشكل عام. ولذلك كل هذا مما يجب الانتباه إليه وعدم الوقوع فيه. وينبغي أن نعلم أن إفشاء أسرار البيت هو من الخيانة. ولذلك هذه الخيانة معاقب عليها دنيا وأخرى. والله تعالى قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الأمانة أمانة الأسرار، لأنه في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى الرجل إلى امرأته وأفضت المرأة إلى زوجها فما وقع بينهما فهو أمانة، كما في معنى الحديث. وفي الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس الرجل، يعني إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. فهذا من أشر ومن أحقر الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في حديث آخر: كان عندهم مجموعة من الصحابة والصحابيات في مجلس، فذكر لهم: لعل الرجل يعني يتحدث عما كان بينه وبين امرأته أو ما كان داخل بيته، ولعل المرأة تفعل ذلك. فسكت الصحابة كلهم والصحابيات، فتكلمت امرأة فقالت: نعم يا رسول الله، فيما معنى الحديث؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شبه هذا الفعل، قال بأنه شبيه بشيطان يأتي شيطانا والناس ينظرون إليهما على واقعة الطريق. هذا الإنسان الذي يخرج الأسرار ديال العلاقات الزوجية وكيكشف وتفضح ما يكون داخل بيته. ولذلك الإنسان خصو يحتاط ويرد البال وما يخرجش الهضرة وما يخرجش الأمور المتعلقة بالبيت حتى لأقرب الناس إليه، بمعنى أن حتى لو سألت أمه عن العلاقة بينه وبين زوجته ما يخبرهاش بهذيك الخصوصيات وبالأسرار. وحتى هي المرأة لو سألتها أمها لا تخبرها، بمعنى هذا هو المقصود بأقرب الناس. فأقرب المقربين هم الآباء والأمهات، ومع ذلك ما يجوش لنا أننا نكشفوا لهم الأسرار ونفضحوا داك الشيء اللي كان بيناتنا اللي بيناتنا لهم. فما بالك إذا تعلق الأمر بالزملاء ديال العمل أو الزملاء أو بالناس عموما أو كذا، أو أن الإنسان اليوم يتحدث على الملأ والملايين تسمعه ويفضح الأسرار. حتى إلا قدر الله وقعت خلافات وكانت العلاقة ما يمكنش تستمر، العلاقة راه حنا غادي نوقفوها وغادي نديروا الإجراءات اللي غادي تنهيها، ولكن هذا ما تيعطيناش مصوغ أو مبرر باش نبدأ وكل واحد فينا يفضح الآخر. الله تعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن يمكن ما تستمرش العلاقة، ولذلك شرع الله الطلاق. ما شرع الله الطلاق إلا لعدم استمرار الاتفاق، وهو من يدخل من باب الرفق بالزوج وبالزوجة. فلذلك إذا وقعت هذه العلاقة وقعت فيها تشنجات وخلافات وما كانش ممكن أنها تستمر، أو وصلنا إلى مراحل دبنا الخلاف إلى الطلاق أو إلى الشقاق، فهذا لا يدفعنا ولا يسوغ لنا ولا يعطينا المشروعية باش نوضوا ونفضحوا المرأة أو نفضحوا الراجل. فالمرأة ما عندهاش حق بأنها تفضح زوجها والراجل ما عندهش حق تفضح زوجها، حتى في الأمور اللي كتكون كتأثر على هذيك العلاقة. لما يمشي الإنسان للمحكمة ولا عند القاضي راه تيقولها بينه وبين القاضي باش ما يسمعهاش حتى الملا، حتى داخل المحكمة، ماشي غادي ينوض يوقف في المنصة ويفضي بأسرار ويقول أسرار وأمور اللي هي خاصة في العلاقة أو في المعاشرة ويبدي يقولها على الملا. لا،
ولكنه يطلب الإذن من القاضي. نعم عندي واحد المعطيات ولكن راه خصني نقولها لك بيني وبينك او خصني نقولها لك في واحد المجلس اللي ما يسمعنا احد. نعم. علاش حرصا وهذا الامر حتى في المحاكم يعني راه يحافظ عليه وتصان الاسرار العائليه والاسرار الاسريه وما تدخلش وتحرصوا الساده القضاة وحتى الناس المكلفين بهذا الجوانب تحرصوا على ان هذا الشيء يبقى اسرار وما تخرجش. نعم. فلذلك العلاقه الزوجيه بدايه ونهايه أساسها هو السرية، وينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه العلاقة وأن يتقي الله فيما يكون داخل هذه العلاقة. والأساس في العلاقة هو أنها تبنى على المعاشرة بالمعروف. نعم. طيب شكرا لك فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري، وكنظن بأن الرسالة واضحة. نحاول أننا نخلي حياتنا الزوجية بعيد على الأضواء، وحتى مشاكلنا ما نعرفوهاش الكل. اليوم بعد الخطرات يقدر يكون مشكل بسيط جدا وممكن نحلوه في ساعة ولا ساعتين إلا تدخل شي طرف ثالث، وداك ما عنده لا حكمة لا خبرة، ويمكن كيتسنى غير الفرصة باش يكبر المشكل، ففعلا كيكبر المشكل مشكل وكيولي مصيبة ممكن. فنردو بال لبعضياتنا، وفيما يوقع شي مشكل نتفكروا النهار الاول فاش كتكون الفرحة وكنكونوا فرحانين بالزواج وكنوجدوا داك النهار، فنخليو هادشي بين عينينا نهار يوقع شي مشكل، ونخليو بين عينينا اهم وليداتنا. راه الاطفال هما اللي تيمشيو ضحية فاش كيكون شي خلاف، وكنبداو ننشروا خلافاتنا امام الجميع.